صدقني الشهود يلي رح يوقفوا بكرة قدام حضرة القاضي بالمحكمة رح يثبتوا براءتك، وغير هيك في أدلة جديدة رح تنكشف بين إيدينا. نحن قربنا نحل شفرة المعلومات يلي بدفتر أسعد باشا. أنت جهزت كل الترتيبات من شان بكرة يا جميل؟ بخصوص أي مهمة سيدي؟ المهمة الكبيرة. لا تقلق، نحن جهزنا كل الأمور. بتمنى يكون مثل ما عم تحكي، هاي المرة نحن ما بدنا يصير أي غلط يا جميل. أنت هربت من السجن؟ لا، هو صحيح أنا كنت بالسجن، بس أخذوني مبارح على المستشفى وبعد سيدي مصطفى. جلالة السلطان سامحوا لأحمد بابا. ما بقدر عبي محل داود باشا، لا بهالمكان ولا بقلوبكم. بعرف في محل بقلوبنا لكل الأشخاص يلي مثلكم. لا تعب حالك، أنت لازم تنام وترتاح، بكرة يوم مهم. كل الأحوال رجالك ما عم يتركوني ولا لحظة. شي مرة يواجهونا مثل الرجال، لك دايماً بيغدرونا وبيطعنونا بظهرنا. تعرف بس امسكهم بإيدي يا باشا. علي اهدى شوي يا ابني، هنن هذا يلي بدهن إياه. نحن لازم نضل هاديين، هنن عم يستخدموا آخر ورقة، إذا فقدنا أعصابنا رح نوقع بفخهم، فهمت؟ أنا بقدر شوف الشك يلي جوات عيونكم، لأنه بعد كل هالأحداث الأخيرة صار الخوف يفوت لجواتكم شوي شوي. بس لا تشغلوا بالكم أبداً يا سادة، ولا تاكلوا هم. نهاية الكلام، عمنا جلالة السلطان ما بيفرق أبداً بيناتنا أنا وأخي محمد، وما بيميز حدا عن حدا، يعني ما بيفضل حدا عن التاني، لا أخي محمد ولا أنا. كان يحبنا نحن اتنين بنفس الدرجة. تفضل. شكرا. صحتين. يعطيك العافية. أهلين. شفت شي حدا خاطف مرة هون؟ لا ما شفت. ممكن يكونوا ركبوها بالعربي. معك حق. صار لي كم يوم ما عم اشتغل. يعين الله. شو بدنا نساوي هلا؟ تفرق بإذن الله. تفضل الشاي. يسلموا ايديك. ليش هيك عم يصير؟ في دكتورة انخطفت يا جماعة. في حدا شافها أو سمع عنها شيء؟ مين هالدكتورة؟ لك سألتكم سؤال ما تردوا. ما سمعت. ما حدا ما شفنا. لا ما سمعنا بهيك شيء. لا أنا ما شفت هيك شيء. هلا فتحت محلي. الدكتورة انخطفت قبل شوي بالحارة يلي ورا، أنت شفتها شيء؟ ما بروح على هديك الحارة، اسألوا عز الدين. وين منلاقي هذا عز الدين؟ هو في عنده بس تتعوان. الايدي اللي خسرت كل المصاري. والله حرام عليك. نحن خسرنا مصريات بسببك. اليوم حظنا حلو. شو عم يساوي ها؟ ولك درموش اذا بسمع ضحكتك صدقني لك اكسر لك تمك، عم تفهم؟ معلم بكري الكل عم يضحكوا. يطول بالك، يلي بيخسر بالقمار بيربح بالحب. ألف مبروك يا معلم بكري. أنا أبدأ أني أخسر كل مصاريه بس بكفين يربح بالحوم. ألف مبروك يا أخي، الله يزيدك من نعيمه. معك حق أنجد، هجمتني هالجملة. معلم بكري خير؟ شو فيه؟ خطفوا الدكتورة ليلى. شو؟ خطفوا الدكتورة ليلى؟ اسمعوا القصة ما فيها مزح يا رجال، في علينا دين نحن لازم نسدده. مرت اخونا فيلينتا مصطفى خطفوها عديمين الشرف، ولازم نلاقيها فورا. سمعت شي مرة اخوك الامير محمد عم ينتقد جلالة السلطان او قال شي كلمة غلط بحقه؟ لازم تتطلع بيلي سألك وتجاوبه على سؤاله. لا ما صار هالشي. هو أحياناً أنا وياه منقعد مع بعض ومنتحدث بأمور بتخص الدولة العليا. مثل شو؟ مثل موضوع التمرد اللي صار بالبلقان.
وعن إدارة حقول النفط يلي موجودة بالموصل وبكركوك. يعني بهاي الأمور رأيه مختلف عن رأي السلطان مو هيك؟ لا أبداً، ما كان يخالف عمنا السلطان بنوب. بس شو لسه؟ بس بخصوص موضوع إدارة حقول النفط اللي موجودة بالموصل، أخي الأمير محمد ما كان راضيان أبداً عن الشغلات اللي عم تصير هنيك. شو كان يقول لك؟ لو أنا السلطان وقاعد على عرش الدولة العثمانية وبإيدي الختم وعندي كل هالقوة وهالعظمة الكبيرة، لكن رحت بنفسي وفوراً على آبار النفط يلي بالموصل قطعت روس كل اللي هنيك وعينت غيرهم. مزبوط هذا الكلام يا أمير محمد؟ مزبوط يا حضرة القاضي. يعني حابب انك تقعد على عرش السلطان؟ عمنا السلطان ربانا مشان نورة العرش، وطبعا الله يطولنا بعمره، بس نحنا رح نورة العرش. وبتفكروا تساووا شي لحتى تقعدوا على العرش قبل اوانكن؟ لو سمحت في عندي سؤال للأمير مراد. تفضل. يا ترى أنت بتعرفوا لبوريس زهاريا؟ بالحقيقة أنا بسمع كتير باسمه بس ما شفته. يعني بدك تقول إنك ما بتعرفه شخصياً مو هيك؟ يلا أحكي، أنت بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ أنا بكل حياتي ما شفته ولا بعرفه. ما ضل عندي أسئلة يا حضرة القاضي. صدقني مثل ما عم قلك، والله ما بعرف أي شيء يا معلم بكري، مستعد أحلف لك على القرآن. طلع فيني ولك سريم الأعواج، بهي الحارة ما في شيء بيصير من دون علمك. ولا أنا رح أسألك آخر سؤال، اللي من مرت أخونا فيلينتون مصطفى؟ وينه؟ صدقني ما بعرف. ولك لك ولا أعرج، افتح عيونك ودنك كمان. حاضر يا معلم. انشوف أكيد رح يجوا لهون، ما رح يخلوني عايش، رح يقتلوني. انت اهدى واتطمن، ما رح يقدروا يجوا ولا يسووا لك شي. شايف هالرجال؟ خصوصا هالرجال،
كلهم مستعدين إنهم يزتوا حالهم قدام النار وما بيترددوا أبداً ليحموك بأرواحهم. مهمتنا نوصلك على المحكمة بخير وسلامة، يعني ما رح يقدروا يقتلوك قبل ما ياخدوا أرواحنا قبلك. بتمنى لما توقف قدام حضرة القاضي بالمحكمة تقول كل الشغلات يلي بتعرفها بدون لف ودوران. صدقني إذا لعبت بديلك كل هالرجال يلي خاطروا بأرواحهم ليحموك هنن يلي رح ياخدوا روحك منك. فهمت علي؟ كتير منيح. شو سويت يا علي؟ رجالنا عم يدوروا على أختي ليلى بكل مكان، وحتى سكرنا كل مداخل المدينة. كتير منيح، وأنا بعتت رجال على المكتبات والمستشفيات والأهاوي كمان. بس في مشكلة يا باشا، ما رح يمشي الحال هيك. مو كل الناس بيعرفوها للدكتورة ليلى لحتى يقولولنا مكانها. لا تشغل بالك يا علي، أنا حليت هالقصة. شوف، خليتهم يرسموا وشها. حلال عليك يا باشا، رح ألاقي أختي ليلى قبل ما يطلع مصطفى من المحكمة إن شاء الله. علي طلع. هاد كان مسدس المرحوم داود باشا. أنا سمعت إنك بتقوس بشكل منيح. خد هالمسدس بيليق فيك. يا باشا. علي لا تشغل بالك، سكاكينك ما رح يزعلوا منك. يلا خده. إن شاء الله ما بستخدمه غير بوش الظلام. وأنا بدي روح كمان. لوين؟ إذا الخاطفين من يلي بيخصونا. يلي بيخصونا؟ آه؟ حلو كتير. قصدي إذا كانوا الخاطفين من تشكيلات الإخوة، ما حدا بيقدر يساعدكم لتلاقوهم أكتر مني. فين أنت مصطفى؟ لسه في عندك شهود لهالقضية؟ في يا حضرة القاضي. ما رح نستفيد إذا حكينا عن فشل السيد جميل. بالنهاية الفشل جزء من حياتنا وأيامنا، بس بكفي إنه نتعلم من هالدرس. الشيء السيء إنه هالفشل الكبير يكون بداية لفشل تاني بطريقنا. بدي كلكم تتعلموا من هالفشل هاد من شان ما حدا يغلط ويوقع بالفشل مرة تانية. يعني افتحوا عيونكم وعقولكم. يا
هيك بتروحوا على كل الأماكن، بتدوروا بكل البيوت وبكل محل وبالسماء وبالأرض أو حتى تحت الأرض. أنتوا لازم تلاقوا هالعديمين الشرف وتلاقوا أختنا ليلى بسرعة. مفهوم كلامي؟ إيه سيدي. يلا أبرك سيدي بسرعة. استعجلوا شباب. يلا أخي علي. يلا بسرعة. يلا استعجلوا. خطفوا الدكتورة ليلى. ولك ابني أنت شو جابك لهون؟ جيت حتى ساعدكم. هاي صورة الدكتورة ليلى. بتجمع كل عصابتك وبتدوروا بكل دخريش اسطنبول. فهمت يا بطل؟ تمام. يلا. فرح. لوين رايحة؟ وين ولا؟ يلا احكي. والله ما بعرف. يلا امشي لشوف. يلا. بسرعة. راقب حوالين البيت. ماشي. تحرك. يعني صار لك 8 سنين عربجي عند الأمير مراد، مو هيك؟ مظبوط. انت يلي بتاخده على كل مكان؟ ايه انا يلي باخده. طيب وباليوم اللي بتعطل فيه؟ انا ما بعطل ولا يوم. ولما ما بيطلع من القصر؟ أنا بضل بالقصر كمان مع العربجية التانيين. ما في عندي مكان تاني باسطنبول. طيب يا ترى سمعت باسم بوريس زهارياس؟ سمعت فيه. طيب شفته شي مرة؟ شفته. بوريس زهارياس كان رئيس مجلس إدارة البنك، وهو من أكبر التجار يلي بالبلد. ممكن تخبرنا أنت وين شفته بالضبط؟ أنا كنت شوفه مع حضرة الأمير. قصدك الأمير محمد؟ لا، مع الأمير مراد. مع الأمير. شو عم يصير؟ معقول هالحكي؟ لا مستحيل. أنا مالي مصدق هالشيء. شو عم يحكي هاي؟ شلون يعني؟ ما بتفوت بالرأس. أنا مو مصدق. شلون؟ اسكتوا لو سمحتوا. هدوء بالمحكمة. حفظت وشها منيح؟ ايه حفظناه. يلي بلاقيها قبل الشرطة انا رح اعطيه بوت جديد. يلا روحوا بسرعة. يلا يلا كدوا يا شباب. اطلعوا على هالصورة منيح وقولوا حدا شافها منكم؟ معك صبية حلوة، شو بدك بالتاني؟ اطلعوا على هي الصورة كتير منيح. شفتوها أو بتعرفوا وين مكانها؟ جاوبوني. نحن ما شفناها. ما بنعرف. أول مرة تشوفها. ما بنعرفها.
بتساوي؟ يلا نلعب من هون. شو بدنا نساوي؟ رح نستنى. بس الشرطة. قلت لك رح نستنى. اهتم بشغلك. انتو خليتوها تشم كتير؟ لا، الكمية اللي قلت لنا عليها. كم مرة تقابلوا مع بعضهم؟ ما بتذكر بالضبط، بس تقريبا شي 5 مرات. وين؟ ما في مكان محدد. مثلاً مرة بغابة بلغراد، ومرتين ببستان بضيعة ماجيدة، وتقابلوا مرة بمكان قريب من أرناؤوط. جميع هالأماكن فاضية وما بيمر منها حدا. ايه تماماً، ومع هيك ما كنا نسمع حديثهم. غريبة هالشغلة، ليش لا يحكوا بهالسرية مع أنه ما في غير رجالهم، مو هيك؟ يا ترى انت شفت شي اشخاص تانيين بهاللقاءات يلي كانت بين الامير مراد وبوريس؟ خليتني اتفاجأ فيك كتير يا جميل. تعرف اني كنت معجب كتير بذكائك، بس هلأ صرت شك انك بتليق بالمكان يلي انت فيه. شايف هالمسننات يلي بالساعة؟ كل واحد منهم مهم كتير. كل مسنن بيأمن شغل المسنن يلي بيجي بعده، واذا واحد من المسننات ما اشتغل بشكل منيح بيوقفوا الباقية وبتوقف الساعة تماماً. وقتها بهي الحالة لازم نغير المسنن الخربان. أنا مهمتي إني أمن شغل الساعة بدون ما توقف ولا حتى لحظة واحدة يا جميل. بعتقد إنك بتعرف هذا الشيء كتير منيح، لأنه نحن غيرنا هداك المسنن الخربان مع بعض، وأنا متأكد إنه بالمحكمة رح يحققوا بلقاءات الأمير مراد مع بوريس زهارياس يا جميل. فيلينتا مصطفى ذكي كتير لدرجة إنه ما رح يترك طرف الخيط هاد، والمهم بالنسبة لإلنا إنه هالخيط يلي هو ماسك طرفه لوين رح يوصل. فيك تقلي يا جميل؟ رح يوصل للقبر، صدقني سيدي. على حسب علمي إنه ما في قبر لبوريس زهارياس يا جميل. بوريس زهارياس ما ضل إله ولا أثر، وحتى بواب السماء مسكرة بوشه للأبد. كيف يعني؟ أنا قصدي طرف الخيط يلي بإيده ما بيوصل غير للقبر، وهذا رح يكون ضمان لبقاء مجلسنا المعظم للأبد يا سيدي. لا تقلق ابنه. طيب بوريس زهارياس راح على كل اللقاءات لحاله بدون العربجي وزلمته جميل، وهداك يلي اسمه غاربيز هن ما كانوا معه؟ يمكن كانوا، بس أنا وقتها ما شفت حدا غيره.
شو الوضع؟ المكان مليان برجال الشرطة وجايين لهون. لازم نروح بسرعة، تاخدوها على البيت اللي ورا سبيل المي وبتستنوني هنا. ماشي. حاجتك نوم، قومي بدنا نروح. اصحك تطلعي صوت، جازي حالك بسرعة، بدنا نروح. رح تحطي الغطاء على راسك. شفتوا هالمرة بشي مكان؟ ما بعرف، أول مرة بشوف هاي مخطوفة. هذا الطريق خطر، في كتير شرطة. يعني أنت ما كنت تسمع كلامهم؟ طيب شو يقولوا لبعضهم؟ يعني شي بيلفت الانتباه. السيد مصطفى سألك سؤال، يلا جاوبه. في مرة ايه لفت انتباهي كم شغلة. مثل شو مثلا؟ كذاب، كل يلي عم يقوله كذب. بس هو لسه ما قال اي شيء. هاي مؤامرة، اكيد هن انتفعوا مع هذا الملعون ضدي. بخصوص شو؟ انا ما سويت اي شيء، ما لي علاقة ابدا، لا بخيانة ولا بتمرد ولا باللي صار. يا عربجي، خبرنا شو الشغلات يلي لفتت انتباهك. أنا ما فهمتها بالبداية. طيب قول شو هي. حكوا عن التمرد وعن الجيش وعن الأمير محمد إنه رح ينزل السلطان عن العرش، وإنه بوريس زهاريا رح يصير السطر الأعظم، وهيك شغلات يعني. محمد، أنا مالي علاقة يا أخي، صدقني ما دخل. يا رجال فينا نروح من هذا الطرف. يا ترى حبيبة قلبي، في عندك خبر عن اختي ليلى؟ رح يصرعنا بحبيبة قلبه. ولك انت عم تتمسخر على حبيبتي، هالشي رح يكلفك حياتك. شحطولي يا ماشي. نحن عم ندور على المرأة يلي بهي الصورة، في حدا شافها شي؟
معقولة تكوني انتي قدامنا ونشوف حدا غيرك يا قمر؟ طلعوا بالصورة منيح، في حدا شاف هاي المرأة؟ شو بدنا بهاي المرأة؟ طالما انتي جيتي، شو رأيك لو نروح سوا ونقضي شوية وقت ونتسلى يا عسل؟ العمى شباب، شو هالمرة روحتوا للرجال؟ طلعوا فيها منيح. رجال الشرطة منتشرين بكل مكان، إذا شفتوا المرأة يلي بهالصورة بتمنى أنكم تخبروهم فورا. شو عملتي له؟ ولا شيء. أنت شفت المرأة يلي بالصورة؟ لا ما شفتها. امشي. أنت شفت هالمرأة شيء؟ لا. روح. شفت هاي المرأة؟ خالتي شفتي هالمرأة شيء؟ لا والله يا ابني ما شفتها. طلعي بالصورة مني. طيب انتو ساكنين بهي المرة شفتوا هاي المرة شي؟ انت شفت هاي المرة؟ لا ما شفتها. يا اخي. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام. شفتوا شي؟ مين الاخت؟ هاي مرتي يا اخي. شبهها؟ هي مريضة بالصرع، تفقد وعيها دائما. هلأ انا اخذها على المشفى. خذها بالعربي، المشفى بعيد. لو معي مصاري لاخذ عربي كنت بتزوج هيك وحدة. يلا روح روح. بتشكرك كتير يا أخي. طلعوا بالصورة منيح. واقف يا أخ، ورجينا وش المرأة. شفت المرأة اللي بهي الصورة؟ هاي مرتي حلالي، حرامي كشف وش على حدا غيري. خليهم يروحوا بطريقهم. طيب ماشي. بتشكرك كتير. اطلعوا منيح بهي الصورة. خير إن شاء الله. أنت شو جابك لهون هلأ؟ هجيت وصباح الخير لأحلى خالي بكل هاي الدين الكبيرة. خطفوا لأختي ليلى. أنت شو عم تقول؟ خطفوا لبنتي ليلى؟ لا تشغلي بالك أبدا، أنا رح لاقيها ورجعها هالبيت خير وسلامة قبل الليل، ما تشغلي بالك. ليش خطفوا ولا ليلى؟ لا تبكي، ما فيني اتحمل دموعك. انا مستعد موت وما اشوف دموع عيونك. بتعرفها شي؟ لا والله لا ما شفناها. شفتوا هاي المرة؟ طلعي بالصورة مني. انت شفتيها من قبل؟ لا والله. وقفوا. طلع بالصورة مني. انتوا شفتوا هاي المرة؟ يلا نشوف. بدك نروح لعندهم برجلينا مشان يمسكونا؟ يعني نفكر انه كل العساكر اغبياء مثل غيرهم؟ يلا نروح. شفت المرأة اللي بالصورة؟ لا والله ما شفتها. وقف يا اخي. شفت لها المرأة؟ لا والله ما. انت استنى هون، اذا فلتوا منك وقت رح اعاقبها. لا تاكل الهم. شفت المرأة اللي بالصورة؟ حاول تتذكر منيح يا عم. كلهم عم يقولوا انه ما شافوها. تذكرت في مرة كان مع بوريس زهارياس، واحد باشا. شو اسمه؟ ما بعرف. هذا هو يا ترى؟ شو قال؟ بده يعني يكون الصدر الأعظم. ايه هو. انت متأكد؟ متأكد. هذا الباشا يلي ترأس التمرد، يعني الأمير مراد وبوريس زهارياس وحسروف باشا هنن يلي ترأسوا هذا التمرد ليشيلوا جلالة السلطان عن العرش. Thank you.
ضحكوا علي، هنن خدعوني. ضحكوا علي. قالوا لي رح نسلمك العرش. مين يلي قال لك؟ هنن خدعوني. مين اللي خدعك يا حضرة الأمير؟ عليه. أخي مراد، لكن هو كان وراء كل شيء. بعده عنه ليتنفس. شو صار له؟ معقول يكون انجلط؟ أخي بسرعة جيبوا دكتور، جيبوا دكتور. يلا بسرعة، يلا يلا. الحمد لله على سلامتك يا حضرة الأمير. أنت رح تنقذ الدكتورة مثل ما أنقذتني يا فيلنتا مصطفى. يلا حضرة القاضي. مين هاي الدكتورة؟ بتكون زوجتي. روح ابني روح. يلا خليك مع الأمير. تحت أمرك. حاصروا المكان منيح، رجال بكل زاوية، أصحكن يشكوا فيكن. يلا يلا. ميلون أنت متأكد؟ إيه طبعاً يا سيدي. لكن اركضوا خبروا لفيلنتا مصطفى. شو جابكن لهون؟ ها؟ ليش هيك كانت خطتنا؟ بسيطة ماشي. معناتها ليش ما سلمتوها للشرطة؟ أو أخذتوها على المخفر وقلتوا لهم خطفناها وما بنعرف شو بدنا نساوي؟ ها؟ ولك كامل طلع فيني بس أخلص من هالمشكلة هي بتشوف شو رح ساوي فيك. كم رجال في عنا؟ رجالنا يلي بالسوق. طلعوا فيني، تنتبهوا بتفتحوا عيونكم كتير منيح. ماشي يا معلم، لا تشغل بالك، محضرين للمفاجأة.